سؤالي ايه اكتر المحاصيل اللي بتتاثر؟ اكتر المحاصيل اللي بتتاثر بطبيعتها الخضر، لان الخضر حساسه شويه، لكن معظم المحاصيل اللي مزروعه في الحقل هي محاصيل اسمها محاصيل صيفيه، يعني الذره، الرز، القطن، فول الصويا، عباد الشمس، المحاصيل دي كلها اسمها محاصيل صيفيه من طبيعتها تحمل الحراره، ولكن ما تتحملش موجات شديده الحراره. لما يحصل بقى صيف طويل حار زي ما حصل في 2018 و2020 و22 بيحصل بعض المشاكل، زي ان تحجيم الفاكهه بيقل، المانجا، الزيتون، التين، الرمان بيحصل له تنحيف. هنا بقى في حاجات مهمه جدا لازم المزارع ياخد باله منها، انه دائما وابدا يقرب فترات الري، يرش بعض المركبات اللي تحمي الثمار زي جير المخفف، زي سيليكات الالمونيوم، هو عارف الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها مهمه جدا لحمايه دلوقتي الثمار. دلوقتي هل هذه التاثيرات موجوده ولا لسه لم نصل لتاثيرات على محاصيل الفاكهه والخضار؟ لا الحمد لله، رغم ارتفاع الكبير في درجات الحراره الفترات اللي فاتوا، الا ان التاثيرات ما كانتش تاثيرات معنويه قوي، بسبب زي ما قلت لحضرتك لان لسه الطاقه الحراريه ما زادتش، اللي هتزيد بقى مع بدايه بقونا وابيب ونخش كده في الموجات الحر. هو زي ما قلت لحضرتك على المزارعين وغير المزارعين عدم التعرض لاشعه الشمس فتره الظهيره فتره طويله، لازم يكسر الفتره، يقعد في الظل، يبقى لابس غطاء ابيض على راسه، يلبس حاجه فضفاضه، بلاش نص الكم، بلاش الحاجات الغوامق، الحاجات دي كلها مهمه جدا، لان زي ما قلت لحضرتك مع تغير المناخ كمان هتزيد حده الطاقه الحراريه المصاحبه لدرجه الحراره خلال الفترات الجايه، فالناس كلها تحافظ على نفسها. الفاكهه زي ما قلت لحضرتك من المحاصيل اللي ممكن تتاثر بلسعات الشمس، الطماطم ممكن تتاثر بلسعات الشمس، عشان كده حمايه الثمار مهمه قوي برش المركبات اللي احنا قلنا عليها وبتقريب فترات الري. شكرا دكتور محمد علي فهمي، رئيس مركز معلومات المناخ بوزاره الزراعه.